السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات يعني الخاصة بمرافقة الآباء والأمهات لأبنائهم خلال هذه الفترة ديال التعلم الذاتي من خلال تزويدهم بالآليات والأسس وأيضا المرجعيات التربوية اللي غادا تساعدهم على يعني مساعدة الأبناء ديالهم بطريقة صحيحة وبطريقة تربوية. إذن الموضوع ديال هذه الحلقة غادي يكون إن شاء الله حول التحفيز، دور التحفيز في التعلم وخاصة التعلم الذاتي. فإذن كما هو معروف عند الكثير من الآباء والأمهات هو أنهم يعني خلال التعلم الذاتي هناك كتجي واحد الفترات ديال الفطور عند الوليدات. اذا لذلك فاحنا كنحتاجوا لواحد الوسيله او كنحتاجوا لواحد الاداه اللي ممكن انها تساعدنا دائما في اي عمل من الاعمال اللي تنقوموا بها. يعني الى كنا بغينا الى وقفنا دائما كنقلبوا على الاداه المساعده، يعني شي حاجه اللي غادي تعاوننا باش ننجحوا في هذاك العمل ديالنا. يعني كيف ما غادي يكون هذا العمل، يعني في اي شيء، يعني في اللبس، في الاكل، يعني في مثلا في بعض العمليات اللي كنقوموا فيها البيت، يعني داك البريكولاج ولا شي حاجه هكا، يعني لابد خصنا من ادوات. اذا فمن الادوات المهمه او اللي اساسيه اللي ممكن اننا خصنا نكونوا نزودوا بها وهو التحفيز، عمليه التحفيز، يعني تحفيز الطفل حتى يبقى في النشاط ديالو وحتى انه ما لقاوش معاه صعوبه في هذه العمليه ديال التعلم الذاتي، لانها كما سبق وذكرنا بانها يعني عمليه شويه غادي نلقاو فيها النبلوله هاد الصعوبات هذه، ولكن مع المده راه كل شيء غادي يسهل وتكون العمليه يعني سليمه وغتولي كتجي بسيطه للاباء والامهات. اذا فاول شيء يعني على التحفيز في عمليه التحفيز على التعلم الذاتي هو ما فيها باس اننا نختاروا واحد المكان ملائم. هذا المكان الملائم اللي كما قلنا خصنا نشاركوا الطفل فيه في الاختيار ديالو. اذا فماشي كنجي وكنفرض عليه واحد المكان، وانما دائما كنحاول ما امكن انني نشاركه في هذيك العمليه، ماشي نشاركه فقط يعني اثناء التعلم، وانما كنحاول ما امكن انني كنشاركه من البدايه باش كيكون عندنا، باش كيكون حتى هو يعني فاعل في هذه العمليه ويحس بان هذيك العمليه راه منه وليه، يعني انه هو اللي كيوجدها. فبالتالي كيمكن نقول ليه اجي عفاك اجي ولدي مثلا او لا جاي بنتي يلاه شوفي فين هي البلاصه اللي غادي تختاروا، واش زوين هذه البلاصه، اش ممكن اننا كاع نزيدوا فيها مثلا بعض، نديروا فيها بعض الصويرات او نديروا فيها مثلا بعض الاشياء اللي غيختارها مثلا هذاك الطفل او البنت باش يكون هذاك المكان هو ملائم للطفل. ايضا بالاضافه للمكان، ملي كنختاروا المكان وكنوجدوه، ماشي تنوجدوه بديك الطريقه باش كيكون في البيت، وانما كنحاولوا ما امكن اننا نوجدوه بالطريقه اللي كتكون ديال التدريس، يعني اون طابل افيك دي شيز مثلا، وتكون واحد لو طابلو يكون مثلا لي ماركور او مثلا الطبشوره لي ستيلو الى غير ذلك. يعني هذه الاشياء كلها تكون نحاولوا ما امكن اننا نوفروها باش الطفل يكون عنده واحد يعني الشعور بانه راه اثناء عمليه التعلم، يعني انه حتى ذهنيا كيخرج من ديك العمليه ديال انه راه غير في البيت وانما انا في البيت وكنتعلم. يعني كتولي عنده هذه المساله هذه يعني مساله عاديه. ايضا ممكن اننا نوضعوا استعمال الزمن بالاضافه للمكان، كنجيو للمرحله ديال اننا نوضعوا واحد استعمال الزمن. الا ما كانش مفروض علينا مثلا من طرف المؤسسه، مثلا اذا كانت المؤسسه هي اللي عاطينا استعمال الزمن كنبداو نحافظوا عليه. الا كان غادي يكون داكشي مثلا عن بعد ومباشر معهم او لا في اون بلاتفورم ولا شي حاجه، ولكن بالنسبه للتعلم يعني اننا لكن حنا اللي مختارينه كنختاروا حتى الوقت الملائم، الوقت المناسب اللي ماشي كيناسبني غير انا بوحدي وانما كأم او كأب، وانما كيناسبنا بجوج، يعني كيناسب الأب والأم وحتى الطفل، يعني في الاختيار ديال هذاك الوقت. لاننا الا جينا وفرضنا على الطفل واحد الوقت اللي هو مثلا غيقدر يكون عنده فيه واحد
الالتزام حنا ما غاديش نعرفوه، يعني مثلا الالتزام انه غادي يهضر مع صاحبه او لا، مثلا غتكون شي حاجه بحال هكا فيها مثلا رسوم او لا مثلا شي برنامج من البرامج اللي غادي يقدر يتابعها، هنا غنولوا كنفرضوا عليه هذيك العمليه ديال التعلم. اذا نحاولوا ما امكن اننا من الاول كنكونوا مختارين حتى الوقت، وهنا كنولوا يعني كيولي عندنا واحد التعاقد ديداكتيكي مع الطفل، يعني كأم أو كأب كيولي عندنا تعاقد مع هذاك الابن أو البنت ديالنا، وكنولوا كنلتزموا به. وهكذا ملي كنولوا كنلتزموا بهذاك الوقت، إذا فهنا كنولوا متعاقدين بوحدو. غيقدر يولي الولد أو البنت هو كيطلب منك تيقول لك وراه الوقت ديال أننا غادي نوضوا، معاش غادي نوضوا باش نمشوا باش نقراوا. إذا هذه مسائل كتولي عنده يعني أوتوماتيكية عنده، يعني كيقوم بها وكنقوموا بها وما كنلقاو الصعوبة. وفي نفس الوقت حتى حنا كنكونوا يعني نظمنا الوقت ديالنا والعمل ديالنا مع الأطفال. لهذا أنصح الأمهات اللي كترافق الأبناء ديالها، وهذا يعني حاجة اللي كينا يعني أن الأمهات هم اللي بزاف تيرافقوا الأبناء ديالهم يعني خلال هاد العملية ديال التعلم أو خلال هاد العملية التعليمية التعلمية، فأنا كنصحهم وكنجدد لهم من هنا، تنجدد لهم الشكر وكنجدد بأن وهذا راه من الأشياء اللي هي أساسية، لأن الأم هي اللي كيرتاح معها الطفل بزاف. بالإضافة لهذا الأم كتقدر تكون يعني حنونة، كتعرف كيف تتعامل مع الإبن ديالها، وبالتالي كتقوم بهذاك العمل ديالها رغم أنها راه شي نوت 13 اللي كتزادها بزاف على العمل ديال البيت، يعني الشاق اللي هو معروف. اذا ف يعني الام ما فيها باس انها تولي تنظم حتى هي الوقت ديالها مع الطفل، يعني مثلا في العمل ديال البيت اللي تنعرفوا مثلا انها كتقوم به الام يعني طيله اليوم، سواء يعني من اعداد الطعام او لا مثلا البيت الى غير ذلك، تنظيم ديالو الى غير ذلك، ما فيها باس حتى هي تقاد هذا التوقيت. بالاضافه الى هذا يعني المرافقه اللي خاصها تكون خلال هذه العمليه، فيعني خلال هذيك المرافقه ما فيها باس باش نحفزوا الوليدات، لان كيقدر تكون ديك الفترات ديال العياء كتكون واحد الفترات شويه ديال الملل الى غير ذلك، ما فيها باس اننا مره نوقفوا يعني العمليه ونقوموا ببعض الالعاب مع الاطفال، او لا مثلا ببعض الالغاز، اشياء اللي ممكن انها كتعاود كتجدد هذاك النشاط عند الوليدات ديالنا، لان تجديد النشاط هو شيء ضروري بالنسبه للاطفال، لان التركيز ديالهم راه مثلا عنده واحد المده اللي ما يمكنش يتجاوزوها كتكون. وهذا غادي تلاحظوه نتوما يعني خلال هذه العمليه، غتلاحظوا بمجرد ما كنلاحظ بان الطفل مثلا انه بدا كيحس بالعياء، او لا بالك بانه مثلا ولا شويه الملل وكيقول لك عييت بالكتابه ولا هذا، نحاول ما امكن قبل ما يقول هذيك عييت غير يبان لي مثلا شي علامات او لا اشياء اللي هي كتشير لهذا الشيء، هذا نوقف العمليه ونقوم بشيء اللي يرفه عليه ويعاود يجدد ليه النشاط. ايضا خلال هذه العمليه هذه باش نزيد نحفز الابن او البنت ديالي اكثر، ممكن اننا نقوموا ببعض التشجيعات، يعني تشجيع دائما فين ما يقوم بواحد العمليه، يعني انها عمليه قام مثلا بواحد العمليه وكان فيها نجاح او لا مثلا تفوق فيها، نحاول اما نشكره اما نشجعه بشي اشياء مثلا هكا رعت الله باش الاشياء اللي ممكن انها تشجع هاد الطفل خلال هاد العمليه، وبالتالي هنا كنعاود كنجدد ليه النشاط. ولان الاطفال دائما تحتاجوا التشجيعات، تحتاجوا التشجيعات مثلا، وما نبقاش نقول ليه فقط بانني جاوبتي غير مزيان او لا هكا، وانما مثلا غادي نمشيو، اذا هذه هي غتخلنا، اذا مزيان حسن جدا، اذا غنولي نديك معايا مثلا تتحسب مزيان تتعقل مزيان، يعني اننا دائما هاد الاشياء هذه نحاولوا نجدوا بها النشاط ديال الوليدات ديالنا. بالاضافه يعني الى عمليه كما قلنا اننا كنقدموا لهم بعض الالعاب، وايضا هناك بعض التشجيعات، فما فيها باس اننا مثلا نذكروا هاد الاشياء اللي قام بها الطفل، ماشي مثلا كانت الام هي اللي كانت مثلا رافقات الابن ديالها، فلما كيجي الاب واثناء مثلا تناول وجبه الغداء او لا مثلا يعني في واحد الجلسه امام التلفاز الى غير ذلك، فما فيها باس ان الام تذكر هاد العمل هذا الاب
بانه مثلا دائما تحاول واخا انه كي يتحسن، انه كي كيزيد مزيان، انه كيطور العمل ديالو، انه تيسمع يعني كيقوم بهذا الشيء هذا ما تيعياش، وبالتالي هنا الطفل دائما كيبقى محفز. ايضا هناك شيء اخر هو ان هاد الطفل راه غيقدر يعني خلال هاد العمليه ديال التعلم في بعض الاحيان غيقوم ببعض الاخطاء، بعض الاخطاء مثلا، اولا مثلا غيكون شي حوايج ما مفهوماش عنده وما غيجاوبش لينا مزيان. اذا هنا ما يمكنش، ما خصنيش انني كما قلنا اننا هنا كنسعوا للتحفيز، ما خصنيش انني نقوم بواحد العمليه يكون عندي واحد رد الفعل اللي هو سلبي، ديالاش ديال انني انت ما كتعرفش، انت ما مزيانش، انت ما كتخدمش مزيان، انت ما تسمعش. انت نحاولوا ما امكن اننا نتفاداو هذه الاشياء هذه السلبيه ديال نعت الطفل ببعض الاشياء اللي هي غادي ترجع عليه انه ما يجاوبش لينا مزيان، وانه مثلا غادي يقدر يوقع واحد الفتور ويوقع واحد الملل، وبالتالي هو غيولي يحس دائما في الذهن ديالو بان هذه العمليه هذه بانه هو راه هكا، يعني ما تيجاوبش مزيان، ما تيقراش مزيان، ما باغيش يقرا. نو نقدروا نلقاو مثلا الطفل ديالنا عنده بعض الصعوبات، ولكن هذه الصعوبات هذه ممكن اننا نتجاوزوها من خلال الطرق يعني اللي كنا قلنا البيداغوجيا اللي هضرنا عليها، او مثلا من خلال بعض المعاملات، او مثلا من خلال بعض الطرق اللي ممكن انها تعاونوا وتخلي الطفل ديالنا انه دائما يحاول ما امكن انه يجدد ويعطي اكثر. فالصعوبات راه اي صعوبه من الصعوبات، وهذه غادي نهضروا فيها وهضرنا عليها، هو ان اي صعوبه من الصعوبات راه ممكن تجاوزها، ولكن خلال هذه الفتره هذه عمليه يعني تحفيز الطفل ما كتكونش باننا تكون عندنا شي ردود افعال سلبيه تجاه يعني عمليه التعلم او لا يعني اكتساب المعارف. نحاولوا ما امكن اننا نضبطوا النفس ديالنا، لاننا كما قلنا بان حنا كنلعبوا واحد الدور كبير في عمليه التعلم عند الاطفال ديالنا وعمليه الانتباه في جميع العمليات. اذا ما نكونوش سبب ديال ترسيخ واحد الصعوبة اللي عند الطفل، أو لا مثلا أننا نكون سبب أن الطفل تولي عنده واحد الصعوبة من الصعوبات، مثلا يقدر يقول لي مثلا تهرب من التعلم. علاش؟ لأن كيعرف هذيك اللحظة بأنك دائما غادي تقدري أو غادي تقدر أنك تخاصم معاه، أو أنك مثلا تنعتو ببعض الصفات اللي هي هو ما تيبغيهاش، أو لا تقارنه بأطفال أخرين أو لا بالإخوة ديالو، وعلى أنه هو راه دون هذاك المستوى. إذا بالنسبة للتحفيز، فالتحفيز هو يعني عملية مهمة بزاف في العملية التعليمية، وبالتالي فخصنا نعملوا على أننا نحفزوا الوليدات ديالنا خلال هاد العملية ديال التعلم، يعني بجميع الطرق وأيضا بجميع الوسائل، وكيف ما قلنا اللي هي غتبدأ من البيت. نتمنى أننا نكون حطنا هذا الموضوع يعني بالوجه الكامل، ونتمنى أنكم تفوقوا إن شاء الله الرحمن الرحيم، توفقوا في تحفيز الأبناء ديالكم خلال عملية التعلم، وراه ممكن أنكم تبحثوا وتزيدوا على معلومات أخرى، لكن كل شيء موجود الحمد لله هذا الشيء هذا في وسائل التواصل. المهم هو أن عملية التحفيز فهي شيء مهم وضروري خلال عملية التعلم الذاتي، باش تكون هذه العملية يعني مستمرة وتكون النتائج ديالها إيجابية. وشكرا لكم، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.